السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. طيب في ستيب 2 حكينا انه طبعا طبعا هو مش كل المرضى فعليا للامانه بيوصلوا لستيب 2 و3 و4، ولكن يعني طبعا حالات نادره جدا انه انت بتعمل اسسمنت وما بتلاقي المريض عنده مشاكل، بس هاي الحالات مش موجوده عندنا في دولنا العربيه، معظم المرضى عندهم مشاكل، والسبب انه احنا كفارماسيست ما بنعطي ايفيدنس بيست فارماسيوتيكال كير ولا الاطباء فاضيين يعملوا هاي الاشياء، فبتلاقي المريض بيجي عنده عده مشاكل. تمام، لكن انت بتحط في بالك انه مش كل المرضى اللي بيجوا عندك تعمل لهم اسسمنت لازم تلاقي عندهم مشاكل، الا ما تلاقي لك مريض او مريضين ما عندهم مشاكل امورهم تمام، بس هذول قله ونادرين. تمام، لكن معظم المرضى المسج انه معظم المرضى بيكملوا ستيب 2 3 و4 بيرجعوا في السايكل بيكون في عندهم مشاكل، السبب انه بيكون عندهم اذر كوموربيديتس، بيكون عندهم they are using many drugs، يعني عندهم بولي فارماسي. تمام، هذول ما حكينا عنهم الكاتيجوريز. تمام، في عندنا اول شغله يو هاف تو حكينا تو بريوريتايز دراج ثيرابي بروبلم. Once you assess the patient to identify potential drug therapy problem, you have to prioritize drug therapy problem. وهي من أهم الأشياء اللي إحنا كصيادلة شوية عندنا مشكلة فيها، بنركز على أشياء معينة وما بنقدر نعمل prioritizing للدراج ثيرابي problem. إن شاء الله اليوم مع نهاية المحاضرة بنعطيكم كم من مثال وكم من كيس، يعني نتعلم شوي كيف نعمل prioritizing للدراج ثيرابي problem. تمام؟ Identify these are therapeutic objective and proposed action. We identify drug therapy problem. إيش بدنا نعمل الآن؟ بدنا نحط هاي البروبلم، كيف علاجها؟ كيف إحنا بدنا ندور على علاج لها؟ بناء على evidence based practice. بناء إيش الراشونال تريتمنت لهي المشكلة؟ المريض عنده دواء معين في منه مشكلة، إيش بدنا نعمل؟ بصير طبعاً نوقف الدواء، بدنا نعمل ريفيرال للمريض. إيش الـ proposed action إذا بدك تعمل ريفيرال للمريض؟ إيش أنت لازم تحكي للدكتور في هاي الحالة؟ بناء على evidence based medicine، هذا معنى الكلام. بعدين طبعا you develop a monitoring strategy and then you document the care plan. تمام، هذا نوع من التذكير. طب Mr. D is a 52 years old, has been diagnosed with hyperlipidemia and advised on diet and lifestyle measure for the past year. His medical history include hypertension and AF, atrial fibrillation. Mr. D blood pressure was recently measured to be 140 per 85 millimeter of mercury, the pulse 40. And the patient على التوتال الكوليسترول تبعته 8.4 ملي مول بير لتر. في الانترفيو المريض كان يشكي انه عنده تيردنس ويت جين. تمام، الكرنت دراج ثيرابي اللي بيستخدمها المريض هي الاميدارون والبندروفلوميثايازايد. ماشي، طيب بوجهة نظركم انتم كلكم حضرتوا الكيس والحل موجود في الكيس. ماشي، ايش كيف نفكر بهاي الكيس؟ وين المشاكل اللي عند المريض؟ المريض عنده هايبرليبيديميا، صح؟ has been diagnosed with hyperlipidemia، عنده hypertension، عنده atrial fibrillation، blood pressure عنده normal، الكوليسترول عنده شوي مرتفع، بياخذ اميدارون وبندروفلوميثايازايد. طبعا هو جاي يشكي انه عنده tiredness وعنده weight gain. بدي حدا يحكي منكم، اي واحد يفتح المايك ويحكي، بس مش كلكم مع بعض. هلا السلام عليكم، انا هنا. هلا الويت جين ممكن يكون من اديما، بس كمان نحن هو عم ياخذ دايوريتك، فممكن نستبعد هذا الموضوع شوي. تيزايد عم ياخذ دايوريتك. اكمل. طيب. اكمل. فتيرد مع الويت جين ممكن نحاول نفترض اشياء ثانيه. الغده، بس الغده الدرقية ايش مالها؟ هايبوثايرويدزم ممكن يكون في عنده. طيب هذا اللي انا قدرت اشوفه، وفي عنده ارتفاع بالضغط، انا ما قدرت اعرف ايش السبب تبعه يعني. بس طيب هو اي ستيج الضغط فيه هنا؟ الستيج اولى صح؟ ما يس او ثانيه، يعني مش كتير عالي. لا فيش الاولى او الثانيه، بدك تحددي هنا. شوف الثيرابي علمناك هاي ستيج 1 ولا 2؟ بتوقع انه هو اللي بتذكر. طيب ايش تعتقدي ممكن يعمل عندنا الثايرويد بروبلم؟
دكتور ألا إيمان، هلا بالنسبة للضغط هو اعتمادا على العمر تبعه أساسا مو يفترض أن يكون نورمال، احكي إنه مية كمل. وأربعين على 85، فما يعني مش شايفة إنه في مشكلة بالضغط. بجوز إنه هو أصلا ما أخذ نوعين دايوريتك، يعني شو الداعي إنه ياخذ نوعين دايوريتك؟ يعني بننطلق من هاي النقطة إنه نشوف شو السبب. وين النوعين اللي ماخذهم؟ الأميودارون أميدرون والفيازون وديروتك. مستيرينج. أنتي أميدرون، مش سبارونولاكتون، أميدرون. اوكي أميدرون. تمام أنتي اوكي أريتميك أميدرون. لا هيك ما بعرف، انا راح فكري انه نوعين فممكن منها. طيب عشان نلخص الكل، في حدا حاب يحكي كمان؟ أنا بحب أسمع منكم هالمادة تفاعلية، شو ما بتحكوا بتعطوني انطباعات بأشياء ثانية علشان أعرف إيش الأشياء اللي لازم أعطيكم إياها، فأنا بحب أسمع دائما منكم. في حدا حاب يحكي كمان؟ دكتور انه هلا نحن يعني انه اكثر شيء بنلاقي انه هو بما انه عنده انه تعب وهيك وويت جين ممكن ادي ما في شيء ممكن بالهارت، فنحن لازم نركز على ما بعرف على الاميودارون بالاول لازم. ماشي. طبعا احنا في شغلة، كملي سوسن بدك تكملي. انه هيك انه نشوف اذا في عنا مشاكل في قديمة او هيك، وبعدين انه مفكر بالاشياء الثانية. صح طيب الهايبوثايرويدزم نفسها بتعمل ويت جين؟ طيب ماشي. هسا الشيء اللي بدنا نحكي، احنا في عنا دواء الاميدرون، احنا هذا في الكلينيكال براكتس بنسميه ديرتي دراج، الدواء اللي احنا بدنا نستخدمه وما فيش غنى عنه للتريتمنت في الاي اف، خاصه سيرتين كيسز اوف اي اف، لكنه هذا الدواء يعني اذا اي مشكله بتصير مع المريض يو هاف تو اكسكلود الاميدارون، عشان هيك احنا بنسميه ديرتي دراج في الكلينيكال براكتس. هاي يعني براكتس وايز، مش ثيوريتيكلي. تمام. ديرتي دراج معناته انه بيعمل كثير ادفيرس دراج رياكشن، بيعمل دراج انتراكشن، بيعمل ديسيز بروبلم. تمام. الان النقطه اللي احنا لازم بس نشوف المريض بيعاني من التيردنس والويت جين، لازم على طول نربط وخاصه مع استخدام الاميدارون انه في عندي هنا ثايرويد بروبلم. مين البروبلم في الثايرويد؟ صارت هايبوثايرويدزم. الان احنا ما نقدر تو كونفيرم انه هاي البروبلم سببها الاميدارون مباشره، ممكن المريض يكون عنده اصلا هايبوثايروديزم اند دايجنوز. تمام. في هاي الحاله احنا لازم نشوف هل المريض عنده هايبوثايروديزم او بسبب الاميدرون. ليش هذا الكلام؟ ليش هذا الكلام مهم؟ يعني ليش احنا حاطينه في الجدول تحت هذا هاي بريوريتي، يعني بريوريتي من بريوريتي نمبر 1. يلا بدي ناس تفاعلي، بصير اختار بالاسم، بدكم تتفاعلوا معي الكل علشان المعلومه توصل للجميع. بجوز لانه هي النيت تبع البيشنت انه هو بيعاني من التيردنس والويت جين. طيب كملي، مين بده يحكي كمان؟ هي الشيف كومبلينس، يعني انه البيشنت بريورتي اول اشي، شو هو النيد بيشنت نيد. طيب ممتاز. في شغلة ثانية مهمة دكتور، هلا هو الهايبرليبيديميا انتريتد كونديشن، فالمفروض اصلا اخذ ستاتن بتوقع، يمكن هذا سبب للويت جين. مش مكتوب هذا الاشي، هذا رح نحكي عنه بعدين انه هو مش ماخذ ستاتن. لا، ايش علاقة الهايبوثايرويدزم بالاتريال فيبريليشن وبالاميدارون؟ ممكن السيمتوم من الاتريال فيبريليشن انه الاتريال فيبريليشن is type of uncontrolled type of tachyarrhythmia احنا بنسميها، او ديس ارثميا عشان اكون دقيق. ماشي، لانه بعدين بتصير في عندي ديس ارثميا. فالاتريال فيبريليشن هي تايب اوف ديس اريثميا. الثايرويد بروبلمز وذ هايبر اور هايبر ثايرويدزم كان اكسسربيت وورسن الاتريال فيبريليشن اف نوت تريتد. واحنا عندنا هون اكثر كونديشن ممكن يعمل لي امرجنسي الاتريال فيبريليشن اللي هو الاي اف. انتم ما اخذتوا عن الاتريال فيبريليشن، طلاب دائما بيحكوا لي احنا ما اخذناه في الكاردييك، مع انه يعني اذا بدكم تحكوا عن الاريثميا بشكل عام باي مكان في العالم، سواء كان في الفارماكولوجي او في الثيرابي، لازم تحكوا عن شغلتين، الاي اف اولا والسوبرا فنتيكولار تاكي كارديا، لانه اي تايب اوف اريثميا مش مشكله عندي، بس هذول الثنتين لازم يو هاف تو بي، يعني لازم تو بي تريتد، لازم تعرفوا ايش التريتمنت كفارماسيست، لان هذول اذا صاروا عند المريض ريكواير تريتمنت. اف ذا بيشنت داز نوت ريسيف اديكويت تريتمنت ات ويل بي ان ايمرجنت كونديشن، يعني كونديشن للمريض كان برينج ذا بيشنت انتو ذا اي سي يو ليفل اوف كير.
فالاي اف هون هي البريوريتي. اي شيء له علاقه في الاي اف كان ورس ان اي اف كان ميك اي اف تريتمنت نوت سكسسفول بتصير بريوريتي 1. فهنا يعني شوف المريض اجى دايجنوز عنده هايبر ليبيديميا، حكينا عن الاي اف كباست ميديكال هيستوري وحكينا عنها كاميدارون فقط علاقه. طبعا في نقطه ثانيه مهمه، هل وصلت الهايبوثايروتيزم؟ عشان بضطر احكي عن نقطه ثانيه الان مهمه. في حدا عنده سؤال عليها تبعت الهايبوثايروتيزم علاقتها مع الاي اف وليش هي بريوريتي 1؟ في كثير عندنا مشاكل. قبل شوي عم بقرأ انه الاميدالون كمان ممكن يعمل induced thyrotoxis او انه hypothyroidism، يعني تنتين هو ممكن يعمل صح؟ اما انا حكيت لك يا اما المريض مش مشخص يعني عنده hypothyroidism او الاميدالون يعمل له thyroid problem، على الاغلب الhypothyroidism حكيت انا، بس شكلك مش لا انا حسب ما قرات انه هو ممكن يعمل يعني هايبر ثايرويدزم، ولا لا مش ممكن يعمل هايبر ثايرويدزم او هايبو حسب الشخص. طيب الاميدارون، الان سؤال زميلتك كل اللي ما فهمه، الاميدارون كان cause both hypo and hyperthyroidism both، تمام؟ لكن الاعراض اللي عند المريض suggestive more of hypothyroidism more of hypothyroidism. يعني الكلام اللي بحكي يعني بده يكون شويه، انتبهوا للكلام، بحكي كلام بدقه شوي. احنا حكينا في البدايه انه المريض عنده مشكله في الثايرويد، تمام؟ هاي المشكله في الثايرويد بناء على الاعراض suggestive more hypothyroidism. ايش سبب الهايبوثايرويدزم؟ مين الاشياء اللي بتعمل لنا هايبوثايرويدزم؟ اول شيء ممكن المريض يكون عنده هايبوثايرويدزم از كونديشن، ويوم اعطينا الاميدارون عملنا مشاكل بزياده، وممكن الاميدارون لحاله كان كوز بوث هايبو اند هايبرثايرويدزم. كيف؟ احنا ما بنعرف، تمام؟ لكن هاي النقطه اللي بتحكيها زميلتكم انه الاميدارون كان كوز بوث هايبو اند هايبر، لكن احنا اللي عندنا ظهر في الكيس اعراض الهايبوثايرويدزم، تمام هنا؟ تمام دكتور، تماما. طيب تمام، يسلم على التوضيح، لانه يمكن انا ما وضحتها، وشكرا لسؤالك، لانه هو فعلا الاميدارون كان كوز بوث هايبو اند هايبرثايرويدزم. طيب نكمل على النقطه الثانيه، انا راح اكمل اذا ما حدا بيسالني، يعني اذا حدا عنده سؤال يوقف يحكي في المايك، انا بحكي له الشيء يعني اللي بده اياه بجاوب له عليه. الان في نقطه ثانيه موجوده عندكم في الكيس، هي البريوريتي موجوده ميديوم بريوريتي، بس انا بالنسبه لي بعتبرها هاي بريوريتي، بس لازم اتاكد منها. يعني اذا انا بدي اصنف الهاي يعني بريوريتي نمبر 1، بصنف بوث الاتريال فيبريل سوري الهايبوثايرويدزم والوارفارين. معظم مرضى الاي اف they require treatment of warfarin. You have to initiate treatment of warfarin للاتريال فيبريليشن، لانه الوارفارين used for atrial fibrillation بيقلل morbidity والمورتاليتي. فاحنا قاعدين نحكي عن ادويه زي ادويه البوست ام اي، هاي الأدوية تكون على الأغلب لايف لونج، تمام؟ فالمريض حسب الكيس اللي عندنا موجود does not receive warfarin، فإحنا بدنا نعرف ليش ما بياخذ المريض warfarin. هل في كونترا انديكيشن للوارفارين فور اكزامبل؟ وإذا في كونترا انديكيشن للوارفارين إيش الأدوية اللي أنا لازم أستخدمها الآن؟ وهذا like سؤال. الأبيكسيبان مثلا. أيوه، وفي دواء، في دوايين ثانيات، في الابكسيبان وفي دوايين ثانيات، هذول موجودين في الثيرابي، هذول بيجي عليهم اسئله في الامتحان، لاني بجيب كيس انا بيكون الوارفارين فيها كونترا انديكيشن، تمام؟ طبعا راح اعطيكم، ما تقلقوا، يعني بعطيكم المعلومات اللي انتم تحتاجوها، بس المعلومه اللي ما بعطيك اياها لانها موجوده في ديبيرو، ايش الالترناتيف لليوز اوف وارفارين، وان الوارفارين كونترا انديكيتد في حالات الاي اف. هم ثلاث ادويه بتطلعوهم موجودين اصلا في الهاند بوك يعني بتاع ديبيرو، فما بتحتاجوا يعني تبذل جهد كبير فيه، وانا بعرف انه الهاند بوك موجود عند معظم الطلاب بتاع ديبيرو يعني، واذا مش موجود انا بحاول انزل لكم اياه على الماده، يعني مش شغله، بس انا بعرف انكم معظمكم ماخذ ثيرابي، فمعظمكم عنده ديبيرو اللي هو 10 اديشن والكيسز كمان. طيب فقضيه المعلومات زي ما حكيت، بس عشان التوضيح انا بنزل الاشياء، بقول لك مثلا امتحانك في الكيس في الهايبرتنشن وفي الاي اف، بعطيك المعلومات اللي تدرس عليها، وعلى الاغلب بجيب الاشي اللي انا بحكي لك اياه، فما فيش داعي يعني المعلومه تكون موجوده، بس بهمني انا في هاي الماده كيف توظف المعلومه في حل او علاج الكيس، تمام؟ فماده الممارسه فن توظيف المعلومه اللي هي الابلكيشن اوف نولج، هاو تو ابلاي يور نولج. فاتفقنا البريوريتي 1 عندنا اللي هي
الهايبوثايرويدزم اندر دياجنوزد، هل هو مشكله عند المريض، هل هي ديزيز بروبلم او دراج ريليتد بروبلم ديو تو اميدارون. تمام. طبعا هذا الكلام احنا زي ما حكينا قاعدين نعمل اسسمنت يا جماعه علشان نعرف شو بدنا نساوي. طبعا ما حدا يجي يقول لي بدي اوقف الاميدارون ولا بدي اعمل هذا الشيء، يو ريفير باك تو ذا دكتور، هو بيعمل لي اسسمنت. احنا الفارماسيست لحد هاي اللحظه احنا وي ار نوت بريسكرايبر، هاي الادويه كلها داز ريكواير بريسكريبشن، فاحنا وي ريفير باك تو ذا دكتور. هذا يعني الريكومنديشن اللي احنا راح نعمله، بس اثناء الريفيرال بنقول للمريض الاسسمنت للطبيب المسؤول عن المريض بنقول له ايش الاسسمنت تبعنا. تمام. طيب هاي البريوريتي 1 حكينا عنهم نقطتين مهمه. طبعا انا مش بتوقع منكم تكونوا بتعرفوا معلومات عن الاي اف، يعني ما تستغرب انه ليش مثلا ما عرفت عن الاي اف، هذا لانك شيء ما تعرضت لهش بشكل كبير اثناء الدراسه، مع انه انا بحكي انه لازم هاي المواضيع تنعطى، وان شاء الله يوم يصير في عندنا فارما 3 الارثميا الديس ارثميا راح نعطي عنها ان شاء الله كثير يعني في الثيرابي. تمام. الان في عندي اذر بريوريتيز، مصنفات للو بريوريتي، منها تيكينج اور ريسيفينج تو ماتش اوف ذا كوركت دراج بوتنشال بروبلم هاي دوز اوف ثايازايد مي كونتريبيوت تو هايبر ليبيديميا. طبعا انا هاي النقطه ليش حاطها لو بريوريتي، طبعا مش انا اللي حاطها، هذا مش حلي يعني. تمام. الان ليش هاي احنا بنعتبرها لو بريوريتي؟ لانه هذا الابر ليميت البندروفلوميثايزايد ستارتنج دوز اللي 2.5، الهاير نعتبرها الماكسيمم دوز 10 ملي جرام. تمام. الان ممكن المريض على 2.5 يصير في عنده هايبر ليبيديميا، ممكن على 10 ملي جرام يصير عنده هايبر ليبيديميا، هاي في عندنا بيشنت سبيسيفيك فاكتور. لكن معظم المرضى، عشان انا اكون دقيق، معظم المرضى بتصير عندهم على الابر ليميت لانه مور دوز ريليتد الهايبر ليبيديميا. الان احنا وي ار نوت شور انه البندروفلوميثايازايد اصلا هو اللي عامل هايبرليبيديميا. ممكن المريض يكون عنده مشكله في الدايت، ممكن يكون عنده مشكله في اللايف ستايل، ممكن يكون عنده جينيتيك بروبلم. تمام. ما بنعرف، لكن احنا شايفين انه في عندنا بوتنشال دراج ثيرابي بروبلم اللي هو البندروفلوميثايازايد ممكن يكون عامل هايبرليبيديميا. طبعا يوم نعمل احنا بنعمل اسسمنت زيك وي هاف تو اكسكلود، يعني ليش احنا بنعمل اسسمنت؟ علشان نشوف هل في عندنا مشاكل ثانية غير الدواء. إذا عندنا مشاكل ثانية غير الدواء بدنا نعملها avoid، يعني نخلي المريض ما يعمل هالأشياء، منها اللايف ستايل زي ما حكيت، منها الدايت والتايب اوف فود، ومنها إنه هل المريض عنده أمراض أخرى بتعمل هايبر ليبيديميا. الأميدارون كان كوز هايبر ليبيديميا يا جماعة. تمام. بعرفش إذا هاي الشغلة موجودة في الاستايلات أو لا أو في الحل. الأميدارون كان كوز هايبر ليبيديميا، وبمعنى آخر إذا بتدور عليه كان كوز ديسليبيديميا الأميدارون. تمام. الان اذا اكتشفنا انه الدواء وتاكدنا هو اللي عامل الهايبر ليبيديميا، شو بعمل انا اذا المريض كنترول هاي الجرعه؟ تمام. ممكن يعني ما بدي اضيف له دواء ثاني، بدي استخدم تريتمنت الان للهايبر ليبيديميا. تمام. الان في نقطه ثانيه، خليني احكي عن اللو، بعدين في نقطه ذكروني احكي لكم عنها مش موجوده في الكيس، وهي مودريت تو هاي ليفل كمان، ويمكن انا حتى ما شرحت للطلاب اللي قبل. الان النقطه الثانيه اللي لو، اللي هي نيدنج فارماكوثيرابي اند نوت ريسيفينج ات، اللي هي الستاتن، هاي مش لو، هاي مودريت تو هاي، فهي انتبهوا عليها، هاي مش لو، هاي لو في حالات الهايبرليبيديميا. الاي اف داز ريكوير ستاتن، هذا في عندي سؤال انا. الاتريال فيبريليشن تريتمنت داز ريكوير ستاتن دكتور؟ انه يعني اي مرض، يعني اي شيء يكون فيه يعني حدا مريض قلب، واكيد الليبيد الهايبر ليبيديمي راح ياثر على الهارت، فبما انه ارتيريال فيبريليشن فاتوقع لازم اذا عنده هايبر ليبيديمي ياخذ ستاتين. طيب في حدا حاب يحكي غير سوسن؟ وفي على الجايد لاين كمان. طيب سوسن كملي بعدين اللي بده يحكي، بعدين كملي سوسن. في دكتور كمان بثيرابي 1 في كان انه يكون الليبد يعني ضمن الرينج او هيك، كنا نعطي ستاتين لبعض الامراض مثل كانه الاسكيميك اسكيميك هارد ستروك الستروك وهدول. طيب. كنا نعطي حتى واذا كان مثلا ضمن الرينج او اقل 100%.
طيب مين كان بده فأتوقع يحكي؟ اه احكي. فأتوقع أن الأرتيريال فيبريليشن ممكن أنها تستهتن حتى لو ما كان أنه كتير عالي. طيب تمام. مين بده يحكي كمان؟ دكتور، لما أخذنا الثربي نحن السنة الماضية اه كان في عندنا أساسيات نمشي عليها. موضوع العمر، كأنه بتذكر فوق 74 أو فوق 70، كان في كذا ريسك فاكتور بحسبهم، بعدين بشوف إذا أعطيه ساتن أو لا، بغض النظر طيب عن الهايبر اللي بدي. 100%. خلاص خلصت؟ خلصت دكتور. اوكي ماشي، يعطيك العافية. يا جماعة بدكم تنتبهوا لشغلة. الآن أنا ليش حكيت عن الستاتين هون لو بريوريتي؟ في حالة تريتمنت اوف هايبر ليبيديميا، أو زي ما حكى لكم زميلكم، إذا في كرايتيريا، أو زي ما حكت سوسن في أمراض معينة. لا خلي معلومة سوسن على جنب، تمام؟ إذا هايبر ليبيديميا او في كرايتيريا معينه لاعطاء الستاتين، هاي بتكون على الاغلب لو بريوريتي. ليش لو بريوريتي؟ هي مهم، المريض لازم يستخدم الستاتين، لكن مش البريوريتي رقم واحد اللي انا ببلش فيها. رقم واحد عندي ثايرويد بروبلم، رقم واحد عندي الوارفارين. هاي عمليه البريوريتايزنج. هون انا بدي يكون الصيدلاني كومبيتيتيف انف انه يعمل مانجمنت كله. المريض لازم، يعني يوم انا اجي احكي بريوريتايزنج، يعني انت بتعمل كل شيء في النهايه، بس مين الاولى انك تبلش فيه؟ الاشياء اللي حكينا فيها. الان في عندي انواع للاي اف، وهاي المعلومه شوي ادفانسد. في عندي على الاغلب تو تايبس اوف اي اف، اذا بدي اقسمهم. ون اوف ذا تايب اوف ذا اي اف اتس ا ماست انك تستخدم الستاتين. فاذا انا اجيت حكيت لك عن هذا التايب اوف اي اف، بدي يكون في هاي الحاله الستاتين يوز من مودريت تو هاي بريوريتي، يعني بدي تكون رقم اثنين، تمام؟ وهي عليها دراسات. الان احنا ما راح ندخل ديب بهاي المعلومات، لانه هاي بصراحه المعلومه انا ما حكيتها للشعب الثانيه فيما يخص الاي اف، فما راح تكون موجوده عندك في الامتحان الا اذا كانت موجوده في الجايد لاين. انا بنزل لك اياها، لان انا يوم اكتب الاسئله بتطلع الجايد لاينز اللي انا بعطيك اياها، تمام؟ بعرفش اذا الجايد لاين نازله او لا على الموديل عندكم، بس راح انزلها يعني ان شاء الله لكم. بيهمني انا تعرف يعني المعلومه هاي، خذها لك الان ودور عليها. وانا يعني اعطيتها متقصد بطريقه مستفزه، اني حكيت لك نوعين عن الاي اف وما رضيت احكي لك شو انواع الاي اف. بدي اياك تروح تدور على هذا الموضوع، تمام؟ بدي اياك تدور هل في فعلا انواع للاي اف، ومتى انا بستخدم الستاتين. وبتمنى انه دكتور، بس المحاضره عفوا، بس دكتور، هلا الجايد لاين انه يعني مو بالسهل الواحد بيقدر يشتغل عليهم. يعني نحن اللي اخذينهم انه اوكي بنعرف نمشي على الاسهم وهاي الصور اللي بتكون معشقة، بس اذا شيء جديد علينا ما راح اتوقع انه راح نفهمه. بحكي لكم عنها، ما تقلق. يعني انا بنزل لكم الجايد لاين اذا عندكم مشكله في قراءتها. يعني هي مش جايد لاين زي اللي انتم فاهمين، يعني هي عباره عن جايدنس، يعني ممكن مش متذكر انا، كانها ارتكل عن الاي اف، بس بدي اياك تعرف معلومات عن الاي اف. ايش هو الاي اف؟ معلومات اذا عندكم صعوبه فيها بشرحها، ما عندي مشكله. يعني انا في النهايه اذا بدي اطالبكم بشيء، انا مسؤول عن في ماده الممارسه عن اعطاء المعلومه عنه، لاني عارف انه ماده الثيرابي ما بتغطي كل شيء. فقضية المعلومة هاي عندكم، أنا بنزلكم أشياء تدرسوا عليها، تمام؟ مثلا هايبرتنشن ما بشرح لكم إياها لأني بعرف إنه انشرح، لكن الـ AF مع إنه مش مشروح، إذا نزلته ما فهمته بعطيه بمحاضرة، ما في مشكلة بشرح لكم إياه، لأنه هذا أنا بعتبره أولوية. أنا في مادة الممارسة لازم تعرفوا هاي الأشياء، تمام؟ تمام. ما تقلقوش من هاي الاشياء، بس انا بهمني اعرف انه هي هل في عنا نازله على المود او لا. في المحاضره الجايه بلغوني اذا نازله على المود او لا، ان شاء الله. تمام. طيب فاليوتيوب بستاتن، في عندي هون مشكلتين للستاتن. مشكله اللي هي انا في عندي هايبر ليبيديميا، الكوليسترول ليفل عالي، تمام؟ في هاي الحاله انا لازم اعطي ستاتن طبعا، يعني لازم اعرف يعني هاي بوتنشال بروبلم عند المريض، او ممكن تكون اكشوال حتى. فانا هون لازم اعمل انفستيجيشن، لكن كبريوريتي عندي مش هاي بريوريتي ولا مودريت لو، لانه في النهايه انا راح اعطي الستاتين، ماشي؟ بس هي مش الان بريوريتي عندي زي الوارفارين او زي الثايرويد، لانه هذول الاثنين كان افكت الموست دوميننت ديزيز عند المريض، دوميننت من حيث السيفيريتي اللي هي الاي اف اللي بتعمل لي مشاكل كثيره عند المريض، تمام؟ طيب معظم طبعا احنا يوم نيجي نحكي عن الوارفارين، دائما الوارفارين
المريض من بده ستارت يعني when you want to initiate the use of warfarin أو start the patient على الوارفارين بدك تعمل education about الوارفارين بدك تعمل monitoring لل INR تمام؟ فهم الأشياء اللي بدكم تعرفوها والوارفارين أخذتوا عنه كثير في الكارديو في الثيرابي 1 ولا ما أخذتوا؟ أنا بعرف لكم أخذتوا عنه كثير في الثيرابي مع أنه بالأدوية دكتور أكثر من الثيرابي بالفارما بالفارما بالضبط. طب الايسكيميك كار ديسيز ما حكاش على الورفرين؟ شو العام حكى عن بس على الاسبرين اكثر دكتور كان تركيز اكثر بالورفرين تمام الاسبرين بس على الاسبرين في ادويه كثيره زي الهبارين وزي انواع الهبارين بتذكر اخذنا الاسبرين اذا عنده حساسيه بنعطيك لوبيدوغريل هذا اللي متذكره انا الصراحه طب مين متذكر اشياء ثانيه كمان؟ بالستروك كان كتير فيه بالعكس يعني كان كتير فيه طبعا طبعا بده يكون موجود يعني كان فيه الجايد لاين كيف نمشي عليه انه بدكم تعرفوا شغله لحد الان الوارفارين ما في له دوائي بيغني عنه خلينا نحكي لخاصه لمرضى لخاصه للمرضى اللي بيحتاجوه زي الستروك زي طبعا الستروك ما بيستخدموه لايف لونج زي الاتريال فيبريليشن احنا بنحولهم عدوية ثانية بعدين يعني حسب طبعا يعني كيس باي كيس هاي حسب البيشنت فاكتور حسب الامراض الثانية لكن في مرضى زي الاي اف بيحتاجوا الوارفارين فما فيش غنى عن الوارفارين الا اذا صار للوارفارين عندنا ابسوليوت كونترا انديكيشن زي ما حكيت في الترناتيف له بيعطوا مفعوله بس طبعا ريكواير مونيتورينج ثاني مونيتورينج انه تيجي تشوف المريض وتتاكد انه ما عطي الافكت تمام بس هو كتير دكتور له يعني درج درج انتر اكشن و يعني شغلات كتير انه بتلاقي المريض يكون في صعوبة يعني بده يضل يروح على المشفى يقيس الاي ان ار وهيك يعني علشان هيك حكيت 100% كلامك عشان هيك حكيت انا انه المرضى احنا يعني لو في بديل عنه بنستخدم بديله بس مش قادرين نستخدم لبعض المرضى لانه افكتيف وعلى اي فاكتور بيشتغل الوارفارين 100% هذول لازم تحفظهم فعرفت ليش يا سوسن الوارفارين ما لهوش بديل لانه بيشتغل على معظم فاكتورز كل الالترناتيف ما بيغطوا الفاكتورز اللي بيغطيها الوارفارين جنرال سبيكينج بحكي انا دكتور يعني لو ملك لارويز كانوا يحكوا لنا هي يعني بالجايد لاين انه فينا نستخدم مثلا الابيكسابان فتره معينه مثلا اسبوع بعدين نكمل كذا بعدين هيك هيك يعني لثلاث شهور يعني كانوا يحطوا كثير خيارات انه نمشي عليهم او انجكشن مع كذا انه هيك كان بدل الوارفارين او فينا نبلش من الاول اورال وارفارين وبعدين مع انجكشن بعدين نكمل بالوارفارين كان هيك بالجايد لاين لحظة يوم تبلش الوارفارين يوم تبلش الوارفارين انت بتعرف الوارفارين بيحتاج 48 ل 72 ساعة يشتغل فانت بتعطي اللو موليكيولار ويت هيبارين انجكتبل في المستشفى تمام هاي نقطة ما في عليها خلاف بعدين بتكملي على الوارفارين الاشي الثاني اللي بتحكي عن الابكسيبان والريفوركسيبان والاشياء الثانية الادوية هاي يعني اجاوب على السؤال انا عارف تستدرجوني عشان اجاوب على السؤال ما بدي اجاوب عليه يا كنت تدور على المعلومة هذاك الادوية لهم قضية ثانية في الاستخدام بيختلفوا عن اللومي الكلارويت هيبارين اللي انا حكيت عنهم زي الينوكسيبارين او الدالتيبارين او هذول الاشياء هذاك الادويه نحكي الكوست اكثر شيء انه بياثر الكوست انه هني لانه نجداد بانه بفضلوا انه انا بحكي على الافكتيفنس انوكسيبارين وهذول انا بحكي على الافكتيفنس يعني اذا كان الوارفارين كونترا انديكيتد انا بعطي انوكسيبارين لا طبعا يعني انا جبت لك اياها بطريقه ثانيه إذا كان الوارفارين كونترا انديكيشن أنا بعطي الينوكسيبارين اللي هو الكليكسان لا في أدوية ثانية بعطيها زي ما حكت زميلتكم الأبكسيبان ريفوركسيبان وفي دوائين ثانيات دكتور بسمح لي أحكيهم أحكيهم الديبيجتران والإيدوكسيبان وريفوركسيبان يس هدول هم الأربع أيوة والديبيجتران هاي حكت لكم يعني ساعدت يوم نيجي نحكي عن ستريبتوكوكينيز والالتبليزمين نعرف شو الفرق بينهم يوم نيجي نحكي عن دابيجاتران ابيكسيبان ريفاروكسيبان حتى هذول الثلاث ادويه في واحد اول واحد بستخدمه في بريوريتي في بريفيرد دراج من هاي الكلاسز في ماده الممارسه بدك تعطي المعلومه الصافيه ليش لانه بيرن عليك الدكتور
بقول لك والله عندي المريض الفلاني هيك هيك صار، ايش اعطيه؟ ممكن يكون الدابيجاتران والابيكسيفان موجود، بقول لك اعطيني واحد منهم، اي واحد استخدم. وليش؟ هو بكون عارف وقارئ على المعلومات، بدك تعطيه الصافي، بدك تعطيه الهير ايفيدنس بيس ميديسن. وهي المعلومات للامانه، المعلومات مستوى المعلومات اللي بحكي عنها موجود في ديبيرو، مش متاكد في الهاند بوك بس موجود في التكست بوك زي ما انا بحكي معكم. يعني بالافكت قصدك دكتور، ولا انه اي اورال او انجكشن؟ انا قاعد بحكي عن المعلومه والاوت كم للمعلومه، شو معنى هذا الكلام؟ موجود وين انا بدي استخدمهم؟ تمام. الان احنا بدناش يعني نخوفكم بزياده، احنا بننزلكم معلومات صافيه في هذا الموضوع، ما تقلقوش يعني، وبعطيكم مجال تقراوهم، بحاول اشرح لكم اياهم. اللي يقف مشكله، انا بعرف انها مشكله لان ما شرحتش، مع اني طلبت من الدكتور فارس يشرحها في الفارما، بعرف شيء باي فارما، بس كانه ما كان معه وقت، وهو يعني والدكتور حنين قالوا لي ما بنقدرش، معناش وقت، مع انه لو تنشرح في الفارما على الاقل يكون في عندكم خلفيه عن يعني الادويه اللي بتستخدم في الاي اف، لان الاي اف بالذات من الامراض اللي انت كصيدلاني لازم تكون فاميليار فيها، خاصه اذا بدك تشتغل في المستشفى. حتى المريض ممكن يجيك يعني في الكوميونتي تشيك ادويته، او من ادويته ممكن تعرف. كان ال كان الديشوكسين انه مش عارفه هو بيستخدم للارتيريال فايبريليشن ولا كونتر انديكيشن، مو متذكره، لانه كنا نحكي انه اذا كان فنتيكولار انه فايبريليشن بكون كونتر انديكيشن، وبيستخدم لعلاج الارتيريال او بالعكس. يعني بتذكر هيك معلومات من السيره بانه انشرحت هيك. ماشي، بس هاي المعلومات تحمليني احكي هاي سوبر فيشل اللي بتحكي فيها، لانه انت بتحكي قاعد الان بلاك اند وايت، وهذا الكلام فيري سوبر فيشل، بس مش مشكله يعني، لانه انتم ما شرحت لكم. الان سوسن اقرا عن هذا الموضوع، لازم تقرا عن الاي اف، لانه يعني الك لازم تقرا عن الاي اف، لانك تعطي معلومات سوبر فيشل قاعد، وبس تقرا عن معنى كلامي اللي بيمرق معنا. يعني هي ما شرحت انه مثل ما بتحكي محاضره وشابتر وهيك، يعني كان انه مثلا يمرق معنا المعلومه بشكل انه هيك يعني تحت الاسطر ونحن تعلق براسنا. مش مشكله، مش مشكله، انا بشرح لكم اياها، توكل على الله بعدين، بس نخلص الاولويات في المحاضره هاي بشرح لكم اياها، بس اذا شرحتها بجيب على نفس اللي بشرحه، بتكون ماده زي الثيرابي. تمام، بس لازم اشرح لكم اياها، مش مشكله، توكلوا على الله، اصلا في امتحانات عشان ما تقلقوش، لاغين الامتحانات حاليا زي ما شفتوا قرار التعليم العالي. فالان خلينا ناخذ علم، هاي فرصه لكم، بس يقولوا لنا كيف امتحانكم مش مشكله. تمام، لا خليني اكمل المحاضره بس. اوكي، في حدا بده يحكي؟ دكتور امتحنونا اوبن بوك. ايش امتحنونا اوبن بوك؟ انت بتعرف اني انا امتحنت في اللاب الممارسه اوبن جوجل مش بس بوك، صح؟ اسألوا ما بعرف، انا بس اسألي. سمعت انه كان اوسكي والطلاب انخبطوا فيه. بس ترجعي على الدوام اسالي من السحر، قولي لها في امتحان اللاب يوم كان لاب الممارسه امتحنته اوبن جوجل مش اوبن بوك، وتقول لك اه امتحنا. تمام، فمش مشكله، المشكله عندي حكيت لكم هاي الماده هي فن اعطاء المعلومه، فانا ما عندي مشكله اني انا معطيك المعلومه بقول لك ايش اجيب لك في الامتحان، بس بدي اياك توظف هاي المعلومه، لانه مش هون الهدف في هاي الماده. انا امتحنك ثيرابي، كم المعلومات اللي عندك، بدي اعرف انت كيف تتعامل مع هاي المعلومات في ضوء الكيس اللي موجوده عندكم. فزي ما شفتوا انتم يمكن هاي الطريقه اللي احنا بنحل فيها، ما بعرفش اذا الكل بوافقني، طريقه غريبه شوي صح؟ يعني هذا الستيب وايز ابروتش ما تعرضتوا له قبل ولا تعرضتوا له؟ نحكي بصراحه، بدي اسمع منكم، هل هاي الستيب وايز ابروتش انحكت لكم من قبل، تعرضتوا لها اثناء الشرح؟ لا، بس كنا ناخذ انه البريوريتي مين اهم ومين مش اهم وهيك، هي الاشياء ناش. كثير دكتوره شرق كانت تعطينا اياهم في لاب الثيرابي. اها، في لاب الثيرابي، بس كانت تنعطى بالطريقة هاي؟ نحكي بصراحة، أنا نفسي ما أعطيتها في لاب الثيرابي بهاي الطريقة، تعرفوا ليش؟ لأنه مادة لاب الثيرابي ما بنحتاج إن أنا أعطي المعلومات بهاي الطريقة، ويمكن اللي أنا درست ثيرابي يعرف هذا الكلام، يوم كنت أدرس ثيرابي وممارسة أقول له الإشي اللي بحكيه في الممارسة لا تطبقه عندي أنا في الثيرابي، لأنه كل مادة لها خصوصية. تمام؟ فهي انعطت عندكم في لاب الثيرابي طبعا، مش بالستيب وايز ابروتش، مش من واحد لاربعه بهاي الطريقه،
بس انعطى طبعا اكيد، لانه لا بالثيرابي اصلا لا بعملي، يعني المفروض ينعطى في هالاشياء. اوكي طيب، هسه هون الاستايدين هذول تقراهم لحالكم، لانه معظم الاشي اللي حكيناه موجود فيه. الان بدنا نروح على ستيب 3، بس نحكي لكم مقدمه، لان انا يوم الخميس ان شاء الله بدي اخلص هاي المحاضره عشان اقدر اعطيكم، يكون معي مجال اعطيكم ماده زي الاي اف. تمام. الان طبعا احنا ان شاء الله اليوم نحكي ببسيطه عن ستيب 3، الخميس بنكمل ستيب 3 ونحكي عن الريفيرال. بيكون معكم ويك اند، بتقرأوا المحاضرة ثلاث كامل يوم الأحد، بس قبل ما أبلش بأي شيء ثاني، إذا في حد عنده أي سؤال لازم يسألني عن هاي المادة، لأنه مادة الممارسة أو الإشي اللي بينضاف لكم في البكالوريوس جزء كبير منه هاي المحاضرة. يمكن أنا بعرف إنه في جزء مش فاهمين شو الأوتكم لهذا الإشي اللي أنا بشرحه. معظم الإشي اللي بعد ما تتخرج، إذا كنت أنت فاهم هاي المحاضرة 100%، بتصير انت من افضل الناس اللي موجودين، يعني فاهم الاوتكم لهي المحاضره، مش فاهم السلايدات الموجوده، فاهم احنا ايش قاعدين بنحكي في هذا الموضوع، لانه هذا الاشي اللي انت بيميزك عن اي شخص ثاني، لانه كل الناس فاهمين، حتى الاطباء فاهمين عن الادويه اكثر منه. انا بيهمني تكون اكسبرت في الادويه، اكسبرت في الادويه انك تعرف كيف تتعامل مع هاي الكيس. تمام. طيب نحل لكم الكيس هاي بسرعه، كيس 3، لان هي اصلا هوم وورك. مركزين معي يا جماعة؟ مركزين ولا؟ طيب هسه حكينا عن أول ستيب اسسمنت بريوترايزنج الاسسمنت أول شيء للبوتنشال والاكشوال دراج ثيرابي. ستيب 2 اللي هي ديفلوبمنت اوف ذا كير بلان، وبنعمل بريوترايزيشن للكير بلان، بعدين يو امبلمنت الكير بلان. النقطة اللي بدي أقولها، إذا كانت ستيب 1 غلط، ستيب 2 واللي بعديها غلط. إذا عملنا اسسمنت في ستيب 1 غلط، أي شيء بيجي بعدها غلط. وهون الخطورة، وهون السايكل بتعيد، إذا متذكرين يوم حكيت في المحاضرات الماضية. عقد ما بتكون ستيب 1 صح وستيب 2 صح، ستيب 3 وستيب 4 بيكونوا صح. عقد ما بيكون الشيء اللي بتعطي هاي ايفيدنس بيس ميديسن أو راشونال تريتمنت، على قد ما أنت بتكون أثناء عملية المونيتورينج ما بيكون عندك مشاكل، ما بتحتاج تعيد الستيبس من أول للأربعة في السايكل، إذا متذكرين السايكل. يعني هذا الاشي اللي بحكي عنه في السايكل يا جماعة، هاي السايكل. تمام. حكينا انا كان ريبيت اذا ستيب 4 بيكون فيها مشكلة، وستيب 4 متى بيكون فيها مشكلة؟ اذا ستيب 3 و2 و1 فيها مشكلة. تمام. فمهم جدا دائما بعد اي ستيب تعمل ريفيو، الريفيو بتكون against the evidence based practice. طيب عشان الوقت، بس عشان احكي لكم الكيس هاي بسرعة. Mrs. G, age 45 years, has recently been diagnosed with asthma following reversibility testing with short-acting bronchodilator. Her relevant medical history includes osteoarthritis and hypertension. Her blood pressure was recently measured 170/110. هذول ايش؟ emergency ولا urgency؟ ولا stage 2؟ لا، emergency. ايرجنسي. مين اللي حكى ايرجنسي؟ ايرجنسي لانه اصلا ما في اورجن دامج. ايوه بعدنا طبعا. هي صح كلامك ايرجنسي، لانه فعلا الكيس ما فيها اورجن دامج، بس اذا قلت لكم الكريتينين عالي بدها تكون ايمرجنسي زي ما حكت هنا. فدائما اذا كانت ابوف ال 100 او ابوف ال 170 تمام، بتكون هي على الاغلب يا اما ايمرجنسي او ايرجنسي حسب اذا في دمج. طب بس بدي اعطيكم هيك مثال بسرعه، اذا كانت 165 على 101 او على 100، وفي عندي او مش على 100 على 99 على 98، كانت 165 على 95 والكريتينين مرتفع، هذا ايش ستيج 2؟ لا حسب الممارسه ستيج 3. حسب الممارسه هي ايمرجنسي، يو هاف تو ديل وذ، زي ما حكت هنا انا عارف شو قصدها. You have to deal with it as emergency until proven otherwise. ليش؟ لأنه في عندي organ damage. ممكن أنا الآن قستها هيك كانت قبل دقيقتين مرتفعة. فدائما you have to remember one thing. You are not treating numbers. You are not treating symptoms. You are treating a human being. فدائما قضية الإمرجنسي، لأنه أنا بعرف إنكم في، وإحنا درسناكوا إياها في ثيرابي، مش بس يعني أنتوا قرأتوها، إنه أنتوا حاطينكوا رينجز وأرقام. طب إذا كان 99 شو يعني؟ الكيس البيشنت اللي قدامك هو اللي بيحدد. في علم الممارسه
البيشنت اللي قدامك. في علم الثيرابي بدك تتعامل معها كستيج 2 اذا كانت اقل، تمام؟ لكن في علم الممارسه المريض عنده اورجان دامج بطلعش على الرقم بهاي الحاله، اي هاف تو اكسكلود هل هي امرجنسي او لا. مش بالضروره ابلش علاج الامرجنسي، بس بتعامل من هذا المنطلق، هذا المقصود، تمام؟ فانا هاي الشغلات بس بهمني تنتبهوا لها. مسز جي سموك، يعني وانتم بتقراوا الكيس، 30 سيجارت بير دي. لو حكيت لكم 30 سيجارت ل 20 سنه، شو الباكت بير يير بدكم تحسبوه؟ اللي هو النمبر اوف سيجارت 30 على 20 ضرب 20. النمبر اوف سيجارت 30 على 20 قديش في باكيت الدخان سجاير بيكون 20 ضرب عدد السنوات. هذا بيعطيني انديكيشن قديش هو بدخن وقديش ممكن السموكينج يكون فاكتور بهاي الكيس. طبعا هو هيفي درينكر المريض، داز نوت فيزيكالي اكسرسايز. طبعا الباك بارير تيجي في الامتحان، وانا هنا اعطيتكم اياها السنوات الماضيه كنت اقول لكم دوروا عليها. بريفيوس دراج ثيرابي هو كان ياخذ بنترفوميثايازايد، وكان هذا مش افكتيف للهايبرتنشن، بس كان ياخذ 2.5 ملي جرام. طبعا هي مسز جي دراج ثيرابي بتاخذ باراسيتامول، بروبانولول، والازمه تريتمنت سالبوتامول وبيوزينايد مع الشورت اكتنج بيتا 2 اجونست اكيد از نيدد، تمام؟ حتى لو مش مكتوبه هي بتكون بياخذها المريض. الان هاي الكيس الامانه من الاشياء اللي مهم لكم تعرفوها. طب كبريوريتي ايش بتتوقعوا عند المريض في بريوريتي؟ طبعا هي محلوله في السلايد اللي ورا، يعني امكانكم انتم تفتحوا السلايد وتشوفوا ايش الحل اللي موجود، لكن كبريوريتي هون شو المشكله؟ هلا كبدايه هي الكرايسيس اللي عنده الهايبرتنشن، وبعدين ممكن انه نحكي انه البروبرانولول هو نون سيلكت بيتا بلوكر نون سيلكت وغلط معطيه مع الازماتيك بيشنت. طيب هاي الجمله الاولى بريوريتي 1. الجمله الثانيه بتكون بريوريتي 1 بحاله واحده، في شيء لازم تحكوا لي اياه. إذا كان الأزمة التاكة عنده هون، يعني إذا كان بياخد نون سيلكتيف وما في إنه التاك، يعني بيكون إذا كان في التاك بيكون يعني لازم إنه يعني خلص يوقف كل أنواع. طيب عشان بس عشان أوضح لكم الجملة تبعتي، أنتوا حكيتوا على الإمرجنسي هاي واضحة بريوريتي نمبر 1. طبعا شو بدنا نعمل إلها؟ هم حولوا المريض أصلا عبر بروبانولول بطريق خطا، احنا ما بنعرف هل في كونترا انديكيشن للبنترفوميثايازايد، ما في كونترا انديكيشن. الان ان افكتيف ما انت معطي الستارتنج دوز، يعني ما بصير تحول على دواء ثاني. طبعا ثايازايد طبعا يو هاف تو جو اب تو ذا هاير دوز، بعدين بتحول على الدواء الثاني. بدك تجرب الافكتيف ولا انت معطي 2.5 ملي جرام. هل في كونترا انديكيشن عند هذا المريض للثايازايد؟ لا. اذا بترجعوا لديفيرو حسب الجايد لاينز هذا المريض ايش الفيرست لاين ثيرابي له؟ ديوريتكس، تمام؟ واصلا لو بده يحول من عنده الاسو ايش عنده؟ ايوه اعطيني المعلومات. اوستيوارثرايتس. ايوه اوستيوارثرايتس، يعني هو دكتور اذا الفيازات بياثر على العظم، فنحن ليش نخليه انه كمان يخسر؟ هاو يو تريت اوستيوارثرايتس؟ بالعكس هو من الشخص اللي عنده How you create this arthritis؟ بس هي زايد المفروض انه لو كان How you create this arthritis؟ بالباراسيتامول ممكن، يعني بس مسكنات ممكن بعدين يطلع لموتفين والأشياء. هذا فوربين. How you create this arthritis as a disease؟ فيتامين د، كالسيوم، كالسيوم اند فيتامين دي. طبعا في ادوية ثانية انجكتابل بنعطيها، تمام؟ طيب الان كان يوتريت الاستيوارثرايتس؟ يس وي كان. بتحط اثنين على البالانس، الهايبرتنشن والاستيوارثرايتس. الهايبرتنشن دز على البالانس انا البندروفلوميثازايد اللي هو الفيرست لاين اني احوله للمريض عشان الاستيوارثرايتس؟ لا. اخذت المعلومه تبعتك وبقول لك يو هاف ات هاف تو بي كونسيدرد. الان اذا كانت التريتمنت الاستيوارثرايتس اوكي طبعا ليش؟ لانه كلينيكالي انسيجنيفيكانت ثايزايد ما بيعملش المشاكل اللي انت متخيليتها. يا سوسن اذا متذكر مين اللي حكى، تمام؟ طبعا في نقطه ثانيه، طبعا انا قاعد بحكي لكم الان معلومات على مستوى الممارسه مش على مستوى الثيرابي، بدكم تحاولوا تميزوا شوي بين هالاشياء. في الممارسه بتحطي الاشياء على الميزان، واحد منهم لازم يرجع، تمام؟ في هاي الحاله الفيرست لاين لهذا المريض الثايزايد. بس انا راح اخذ النقطه تبعتك بين الاعتبار الان. في حال انه انا المريض
اعطيته ال 10 ملي جرام نوت افكتيف، انا اصلا بحاول اشيل البيتا بلوكر حسب الجايد لاين، شو الادويه اللي لازم اعطيها للمريض اذا بدي امشي مع سوسن والدواء مش افكتيف؟ او ار سي سي بي اي سي اي انهبيتور او الاربس والكالسيوم شانلز بلوكرز، اصلا تحويل على البيتا بلوكر مش فيفربل، هاي نقطه ثانيه. تمام، عشان ما اتوهكم كثير عشان المحاضره قربت تخلص، بس علشان التوضيح، اول بريوريتي ايش هي؟ الهايبرتنشن ايرجنسي مع تربطها مع البنتروفليميثيازايد، هاي اول نقطه، انه هذا الدواء كان ماشي عليه مش افكتيف بس ماشي على اجراء قليله فحولوه على البروبانولول. الان في مشكله مهمه كثير واضحه يعني زي الشمس في الكاس. Mrs. G, age 45 years, has recently diagnosed with asthma. Recently, يعني recently مع ال recent changes of hypertensive medicine. مش احنا recently غيرنا الدواء للبروبانولول، مش كان ياخذ بندورفلوميثايزايد؟ طبعا هون بدك تتاكد، هل اثناء عمليه الدياجنوسس المريض كان ياخذ بروبانولول؟ اذا كان بياخذ بروبانولول معناته اصلا الدياجنوسس فيها مشكله. كيف انت بتعمل دياجنوسس وبتعمل ريفرسابيلتي لبيتا 2 اجونست والمريض بياخذ بيتا بلوكر؟ كيف؟ المريض بياخذ شورت اكتنج بيتا 2 اجونست وانت بتعطيه بيتا بلوكر قاعد. هاو يو دياجنوز في هالحاله؟ انتم ماخذين ازمه الان. انا بعرف انه في ناس ماخذين ثيرابي 2 وعارفين شو الدياجنوسس للازمه وماخذين اللاب وعارفين انه في اللاب انا ريسبيراتوري سبيشالست يوم يعمل الدياجنوسس مش لازم يكون المريض ماخذ بيتا بلوكر. فاصلا الان انا ام كوشننج الازمه تريتمنت، الازمه دياجنوسس. فهذا بيرجع له ريفيرال للطبيب المسؤول عنه وبتقول له انت يوم شخصته كان المريض ياخذ بروبانولول؟ تعرف انه المريض بياخذ بروبانولول؟ تمام؟ الان اذا كان ياخذ بروبانولول هاي بريوريتي نمبر 1، لان المريض ممكن ما يكونش عنده ازمه اصلا بناء على ريفيرسابيلتي تيست. واضحه؟ ما حد انتبه انه المريض اصلا شخصوه من خلال الريفرسابيلتي للشورت اكتنج برونكو دايليتور، ممكن المريض يكون ماخذ بيتا بلوكر. مزبوط، هاي المعلومات اخذتوها في اللاب ولا ما اخذتوها؟ في عليها كيسات بتبيروا هاي الاشياء. بيهمني انه يوم تيجي تقرا الكيس، الهدف انه يوم تيجي تقرا الكيس بدي اياك تتعامل معها بهذا المنظور. في حدا عنده مشكله انه يتعامل مع هاي الكيس بهذا المنظور؟ بدي اياك بس تروح تقول طب ليش انا هاي الشغله ما انتبهت لها؟ شو الاشي اللي خلاني في الكيس يوم اقرا امشي عنها؟ لانه دائما وابدا حكيت لكم اي كيس في الدنيا الحل فيها، مستحيل يطلع منها، خاصه في الاشياء الادوكيشن. انا بكون حاط النقطه في لها سبب للنقطه في الكيس، فبدي اياكم دائما يوم تقراوا تاولوا يعني تعملوا اسسمنت، هاي معناها. تمام، الان طبعا في اشياء بسيطه ما حكينا عنها في الكيس، بس احنا حكينا عن البريوريتي، بنكملها ان شاء الله المحاضره الجايه. الان بس بدي منكم طلب انه انتم بس ترجعوا تقراوا عن تسمعوا التسجيل او تقراوا محاضرات، طلعوا على هاي الكيسات وشوفوا طبعا ليش ما حليتهاش، ليش ما فكرتش بهاي الطريقه. بدكم تعملوا اسسمنت لانفسكم وبناء عليه المحاضره الجايه بتسالوني، فانا بقدر اساعدكم بهاي الحاله. غير هيك صعب نغير المنهجيه في التعامل مع الكيسات في ماده الموارسه. تمام، اتفقنا يا جماعة؟